مشاهدين الكرام، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. نحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم وراء الحدث الذي توقف في شهر رمضان المبارك، وعودنا الركض الآن في متابعة للأحداث العالمية هنا وهناك. في هذه الحلقة أيها الإخوة، موضوعنا سيكون عن مؤتمر المقاومة الإيرانية بباريس، ويسرني أن أرحب بضيوفي وضيوفكم في هذه الحلقة. في الاستوديو الدكتور أحمد الشهري، المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي والعسكري. حياك الله دكتور. حياك الله، كل عام وانت بخير يا لافي. كل عام وانت بخير. ومن باريس المعارض الإيراني موسى أفشار. أستاذ موسى، مساء الخير. مساء النور، حياكم الله. أيامكم وأحييكم، ونقدم تحيات وتبريكاتنا لكم. حياكم الله. بداية مشاهدين الكرام لهذه الحلقة، دعونا نبقى مع هذا التقرير الذي سيوضح الأجزاء المتكاملة في هذه الحلقة وهذا الموضوع، ومن ثم إن شاء الله سأتحدث مع ضيوفي عن موضوع مؤتمر المقاومة الإيرانية بباريس. ابقوا معنا. آلاف من أبناء الجالية الإيرانية بالخارج وناشطين حقوقيين وشخصيات دولية وعربية، انعقد المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بباريس، وتعالت الأصوات هنا بالمطالبة بإسقاط نظام ولاية الفقيه الذي اعتبرته السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة في المجلس بأنه نظام غير قابل للإصلاح. الجامعية بين أيها المواطنون الأعزاء، لقد أشرقت شمس التغيير على إيران. النظام الحاكم يعيش حالة مرتبكة عاجزة أكثر من أي وقت آخر. المجتمع الإيراني يغلب الاستياء والنقمات الشعبية، والمجتمع الدولي اقتنع أخيرا بحقيقة أن المهادنة مع نظام ولاية الفقيه سياسة خاطئة. في هذا المؤتمر اجتمع أبناء الشعب الإيراني بكل أعراقه وتوجهاته تحت راية واحدة، هي ضرورة إسقاط النظام في طهران وإحلال الحرية والديمقراطية في بلد جعل منه حكامه منبرا لتصدير الإرهاب والتطرف لمنطقة الشرق الأوسط، وسجنا مفتوحا وساحة لقمع الشعب وقتله في سبيل الحفاظ على الحكم. هذا المؤتمر هذا العام يتميز ليس فقط حضور حاشد للجمهور، عشرات الآلاف من الجالية الإيرانية، وكذلك أيضا مئات من الوفود البرلمانية وشخصيات الدولية، بل وأهمية توقيت هذا المؤتمر هذا العام هو لأنه يأتي سياسيا بالانسجام مع مخرجات قمة رياض والاصطفاف العربي الإسلامي الجديد بوجه النظام الإيراني، وخاصة عندما جاء تأكيد من قبل القيادة السعودية بأن هناك فرق بين الشعب الإيراني والنظام الإيراني. بحسب المتابعين، ثقل هذا المؤتمر لا يكمن فقط في أهميته المعتادة وإنما في توقيته أيضا، فطبعة هذه السنة جاءت في وقت نفذ فيه صبر المجتمع الإيراني من تصرفات هذا النظام الدكتاتوري، وبعد إجماع من الدول العربية والمسلمة على رأسهم المملكة العربية السعودية التي مثلت هنا بوفد بقيادة الأمير تركي الفيصل، الذي أكد أن المملكة لا تزال ساعية في معاركها ضد محاربة الإرهاب والتطرف. المملكة العربية السعودية الآن تلعب دور رئيسي وهام في عملية دعم المقاومة، سواء كانت في اليمن أو في إيران، أو لأنه أعتقد أنه مبادئ الحرية والعدالة التي نسعى إليها جميعا هو مبدأ يعني رئيسي ومطلب للشعوب وليس لهذه الأنظمة الديكتاتورية الزائلة قريبا إن شاء الله. أيضا نرى أن هناك شبه إجماع بين الدول العربية والإسلامية ضد النظام الإيراني وضرورة إسقاط هذا النظام، النظام الإيراني والنظام الإرهابي، كما عبر عن خادم الحرمين الشريفين في مؤتمر الرياض أن هذا النظام هو رأس الإرهاب، رأس حربة الإرهاب في العالم منذ البداية وحتى الآن.
لذا نحن بحاجة كمقاومه إيرانية أن نقف مع كل الدول العربية الإسلامية وخاصة مع المملكة العربية السعودية يدا واحدا، أن يكون هناك تأييد لأبناء الشعب الإيراني والمقاومه الإيرانية حتى نستطيع أن نقوم نحن بواجبنا الوطني، بواجبنا الإنساني، بواجبنا الإسلامي بإسقاط هذا النظام الذي يمثل هذا النظام مشوه لجميع القيم الإسلامية والإنسانية. يرى المحللون أن نجاح هذا المؤتمر في جمع آلاف من أبناء الشعب الإيراني والشخصيات الدولية والعربية يوحي بأن المقاومة الإيرانية هي البديل الأمثل لقيادة إيران في حال زوال هذا النظام الغادر. للقناة الأولى هدى فتوان، باريس. إذن مشاهدين الكرام، كنا وياكم مع هذا التقرير الذي تحدث عن المؤتمر المعارضة والمقاومة الإيرانية في باريس الذي عقد هناك، وشهدنا كثير من التعليقات التي طالبت صراحة بإسقاط هذا النظام الفاشي في إيران. أعود لضيوفي في هذه الحلقة في الاستوديو، الدكتور أحمد الشهري، ومن باريس الأستاذ المعارض الإيراني موسى أفشار، وأبدأ أيضا من باريس من أستاذ موسى. شاهدنا هذا التقرير وشاهدنا أيضا المتحدثين الذين قالوا بصوت واحد بأنه لابد من إسقاط هذا النظام الفاشي في إيران. سيد موسى، هل النظام الإيراني بات سقوطه وشيكا إلى هذه الدرجة كما يطالب المجتمعون في مؤتمر المقاومة؟ في الحقيقة هذا هو الجوهر الرئيسي الذي أعربت عنه المقاومة الإيرانية في مؤتمرها السنوي هذا العام. لقد اجتمعت أكثر أسباب عديدة، حيث أصبح شعارنا بأن إسقاط نظام الملالي بات ممكناً. أن أول سبب هو السبب الداخلي، وأقصد بذلك داخل الشارع الإيراني من جهة، وداخل مؤسسة الحكم من جهة أخرى. فلذلك الآن نحن كما شاهدنا خلال الانتخابات الأخيرة التي كان في الشهر الماضي في شهر أيار، فشل ولي الفقيه من تحقيق مخططه بما يسمى هندسة الانتخابات بالإتيان بالجلاد الملا إبراهيم رئيسي الذي كان له دور بارز في إعدامات 1988 ل30,000 من السجناء السياسيين، حيث كان هناك حراك شعبي كبير للعدانة بهذه الجريمة الكبرى. والآن الولي الفقيه وبعده 25 و27 عاما يريد أن يأتي بهذا الجلاد رئيسا لنظامه. فلذلك تحولت قضية مجزرة سجناء سياسيين 30,000 بفتوى صادرة عن خميني المقبور إلى حراك شعبي. وهذا المد للحراك الشعبي وصل إلى حد الذي أجبر خامنئي بقبول الفشل، وهذا لم يكن فوزا لروحاني الذي هو أيضا بدوره كان ضالعا في الجرائم التي ارتكبها نظام بحق الشعب الإيراني خلال هذه الفترة. إذن نحن أمام استحقاق كبير وجديد، هو أولا انتفاضة الشعب الإيراني التي جسدت نفسها في الخطبة الأولى خلال الانتخابات الأخيرة، وأيضا بعد الانتخابات وقبل هذا المؤتمر الذي جنابكم أشرتم إليه منذ شهر وأكثر، أمت نشاطات واسعة جدا شملت أكثر من
54 مدينة إيرانية بضمنها تهران العاصمة وكبريات المدن الإيرانية بلافتات كبيرة بأعلام المنظمة وصور القيادة المنظمة وشعارات التي كانت تدعو المواطنين إلى الاهتمام بالمؤتمر السنوي. نعم استاذ موسى، استاذ موسى، فلذلك نحن امام هذا الاستحقاق الداخلي. تفضل. استاذ موسى، يعني هذا التزايد حقيقه من الاخوه في ايران، زياده الاعداد يوما بعد يوم، هذه المؤتمرات التي تزيد، ربما يكون في كل سنه يزيد العدد الذي يطالب باسقاط هذا النظام، هل طفح الكيل بالشعب الايراني لهذه الدرجه من 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 هذا النظام الذي اعتقد عندما بدأ نظام الثورة كما يسميه الخميني، وبدأ الخميني بأنه هو المخلص للشعب الإيراني وهو من سيسود في ظله وفي حكمه الرخاء والأمن، وأصبح عكس ذلك قمع وتنكيل؟ هل نستطيع أن نقول بأن الشعب الإيراني بدأ يقتنع في عدم أو جدول الوجود وجود النظام؟ هذه القناعة التي جنابك تسأل عنها هي ليست موجودة وهي ليست وليدة اليوم، بل إنها استمرت منذ 3 عقود. 100% أول حقيقة لابد أن أذكرها أن نظام ولاية الفقيه نظام سرق قيادة الثورة الإيرانية، ثورة الشعبية التي اتاحت بنظام الشاه، وكان مثل ما جنابك أشرت كان الشعب الإيراني يتوخى وكان يطالب بالديمقراطية وحياة عيش كريمة وأيضا تعايش بالعلاقات الأخوية مع جواره العربي، لكن أن نظام ولاية الفقيه الذي جاء به خميني هو الذي نسب الأداء أولا على الشعب الإيراني وعلى خيار الحر لهذا النظام، وهو فرض نفسه كنائب امام الغائب على هذا النظام، على هذا الشعب اولا، ثم نسب العداء على الجوار العربي. نعم جميل. وهو هذا النظام الذي استمر 8 سنوات. لكن فقط اريد ان اختم كلامي بعباره واحده. تفضل. ولقد شهد العالم عام 2009 كيف كان ملايين من الشعب الايراني في شوارع طهران وكبريات المدن الإيرانية بشعار الموت للديكتاتور، فليسقط مبدأ ولاية الفقيه. لعلي أيضا أبدأ مع ضيفة أيضا الدكتور أحمد بما انتهيت إليه بأن الشعب الإيراني وفي هذا المؤتمر دكتور، يعني عندما يتحدث ويقول بالصوت الواحد بأن هذا الصوت الحقيقي للشعب الإيراني، وهو صوت الإخاء، صوت المحبة مع الجيران، الأخوة، هل نستطيع بأن نقول بأنه الشعب الإيراني غير راضي على هذه الأفعال التي يمارسها النظام الإيراني أو الولي الفقيه في هذا الجانب؟ مسي عليك أول شيء الأخلافي، وعلى الزملاء العاملين معك في الاستوديو، وعلى المشاهدين، وعلى أيضا زميلي من باريس الأخ موسى. يعني إذا عدنا إلى بداية الثورة الإيرانية عام 1979 والتي انطلقت من باريس، يعني أنا أتمنى أن باريس تكفر عن تلك الغلطة التاريخية التي يعني ارتكبتها بإيواء ذلك الخميني، والذي استطاع أن يغرر بالشعب الإيراني ويغرر بالعالم كله بتأسيس مبدأ التقية، وهي كان يتكلم عن العدالة الاجتماعية، كان يتكلم عن الشرع الإسلامي، كان يتكلم عن التحكيم قبل أن يصبح حاكما، قبل أن حتى الدستور الإيراني الآن، عندما تقرأ الدستور الإيراني الآن فيه كلام جميل إذا لو كان يطبق، لكن هم يمشون على مبدأ التقية. لذلك يعني حتى في كثير من مواد الدستور، منها مادة 23 تعطي حرية المذاهب وتعطي الحرية الكاملة للمعتقدات، ولكن على الطبيعة تجد أهل السنة يشنقون،
تجد الأحوازيين إيش نقول، تجد الذين يخالفون مبدأ ولاية الفقيه يوضعون على المشانق. فهم بدأوا من ما يسمونها التقية، وهي أن تظهر خلاف ما تبطن. فهم يظهرون إسلاما ويظهرون تعايش المذاهب، تعايش مثل ما قال الزميل مثلا الشراكة مع الدول العربية وحسن الجوار، ولكن الحقيقة والواقع خلاف ذلك. من يحكم إيران ليس روحاني أو ليس الرئيس الذي ينتخب في عملية يعني تمثيلية، أنا أسميها تمثيلية. الذي يحكم هو الولي الفقيه الذي ينوب عن ما يسمونه الإمام الغائب الذي لن يأتي على الإطلاق أصلا، وهو من الأئمة الاثنى عشرية. فعندما غاب هذا الإمام اختفت الدولة الصفوية، حتى جاء إسماعيل الصفوي وأعطى فتوى وقال يمكن أن يأتي من يسمى الولي الفقيه ليقوم بمقام الولي الغائب الذي هو في السرداب ومختفي، سوف يظهر وسوف يظهر في يوم من الأيام. لذلك هذا الولي الفقيه هو من يمثل الإمام الغائب في نظرهم، وهو الذي يحكم الآن. إذن من يحكم هو الولي الفقيه بعصا الجلاد، وهو الحرس الثوري. أما رئيس الجمهورية فليس له أي دور. وأيضا الشعب الإيراني حقيقة يعني قبل أن تأتي هذه الثورة كان أيضا أو كان الشعب في الخليج العربي أو في الدول العربية، كانت إيران أيضا مزارا للعديد مصطفين وأيضا مثقفين وغيرهم، ولكن عندما أتى هذا النظام حقيقة عاث في الأرض فسادا سواء في إيران أو في غيرها. أحسنت. إيران كتاريخ وكبلد وحضارة وشعب وعلم لا تجارة في هذا الموضوع، معروف أن من لها تاريخ قديم ولها علاقات مع العالم العربي ومع العالم الإسلامي، ومنهم من توطن مثل ما قال الأمير تركي الفيصل في حديثه عندما قال أن هناك من القبائل العربية من سكنت بلاد فارس وتوطنت، وهناك من الفرس أيضا من جاءوا إلى العالم إلى الجزيرة العربية وتوطنوا. نعم. هناك علاقات لا شك، وبالتالي الشعب الإيراني هو شعب راقي جدا يعني. صحيح. في ظل الشاه الذي كان أيضا يحكم بالحديد والنار كان هناك تململ، وبالتالي ثار الشعب عندما قام هذا الفقيه في باريس بدغدغة مشاعر الشعب الإيراني. وكما قال الأستاذ موسى بأنه أيضا هذا النظام أتى على ثورة الشعب، ممتاز، استغل ثورة الشعب، فذلك اختطف هذه الثورة وبدأ في ترسيخ هذا الحكم الفاشي. وأنت عندما قلت أنه فاشي فأنا أقول أن الفاشي أرحم يعني، لأن ما قامت به هذا النظام هو أشد من الفاشية. عندما يقتل 30,000 سجين في عام 1880، وعندما يبعث الحجاج وهم مدججين بمادة السيفور المتفجرة في عام 86 وفي عام 87 وفي عام 1407 وفي عام 90، يعني ماذا يريد أن يريد أن يفجر الحجاج، يريد أن يفجر الأماكن المقدسة. لذلك الآن الشعب الإيراني الآن داخل إيران أصبح قاب قوسين من الثورة، وأنا قد أسميها ثورة الجياع، لأنه الآن الشعب الإيراني ثورة. نعم. الثورة الخضراء كما سميت. نعم. ولكنها أيضا قمعت، وحتى يعني حقوق الإنسان لم العالمية لم تتفاعل مع هذا الجانب. هم النظام الآن يعتمد على القوة البحتة في التعامل مع الشعب، قوة الحرس الثوري في القمع وفي القتل، وتعلم أن المشانق قد نصبت للعلماء والمثقفين وللمعارضين بالآلاف. وبالتالي الآن أنا أعتقد أنه في بوادر الاجتماع والمؤتمر السنوي الذي تقيمه المعارضة في باريس، والذي حشد له هذا العام أكثر من 100,000 من جميع طوائف الشعب الإيراني، وحضروا كثير من الشخصيات الأمريكية والألمانية والأوروبية والعالمية، كل هذه أيضا تصب في مصلحة الشعب الإيراني. يبقى وهذا المهم جدا، ولعل الأستاذ موسى يعني يشترك معي في الأمر، أن يكون لهم قاعدة على الأرض، يعني المعارضة أن تبقى خارج الحدود قد يكون يعني مفعولها أقل، لكن يجب أن يكون هناك صوت لها داخل الشعب الإيراني، يجب أن يكون هناك فعاليات داخل الشعب الإيراني. جميل. دكتور يعني الأستاذ موسى من باريس، الدكتور أحمد الشهري ذكر بأنه لا بد أن يكون للمعارضة صوت في الداخل، هل هناك تنسيق بين المعارضة الخارج مع الداخل في هذا الشأن؟ وهل هناك أيضا بوادر لتقديم العون للمقاومة الإيرانية من الدول الغربية؟ في الحقيقة أنا لدي 3 نقاط لكي أقدم إجابة إلى السؤال الذي جنابكم طرحتم. وفي النقطة الأولى أريد أن أستوقف عندما تفضل به زميل دكتور أحمد.
حول موضوع ولاية الفقيه. أولا أريد أن أقول لكم بأنه فكرة ولاية الفقيه لا تمت بأي صلة بالفكر الشيعي وغير شيعي. نعم. إنها بدعة جاء بها خميني. صحيح. وعلى سبيل المثال وليس حسرا، كما تعرفون يعني معظم الشعب الإيراني من الشيعة، ونحن كمقاومة الإيرانية بطبيعة الحال لأننا نمثل الشعب الإيراني معظمنا شيعة، المقاومة الإيرانية ومجاهدي خلق بالذات قاطعوا دستور ولاية الفقيه 1980، ومنذ ذلك الوقت بدأ الصراع بيننا وبين خميني لأننا رفضنا دستور ولاية الفقيه. هذه النقطة الأولى. إن فلذلك لا يوجد هناك أي صلة بين بدعة باسم ولاية الفقيه والفكر الشيعي أو أي فكر مذهبي. نعم معروف، هذا معروف. فأرجو الأخوة، لأنه النظام الإيراني طبعا معروف بدجله ليريد أن يعني يزكي دائما نار الطائفية بين السنة والشيعة، بينما الحمد لله الأخوة على مستوى الصحوة واليغزة بأنه البدعة هو ولاية الفقيه. هذه النقطة الأولى. عودة إلى سؤالكم حول موضوع المقاومة الإيرانية والمقاومة بالداخل. في الحقيقة لا يوجد هناك مقاومة بالخارج والداخل، نحن امتدادا للمقاومة التي تجري حاليا ومنذ 30 عاما برزت في بعض المحطات ك2009، وكذلك أيضا في 1999، وأيضا في كثير من الحركات التي سوف أشير إليها. نحن امتدادا لهذه الحركة بالخارج، بما أنه الشعب النظام الإيراني لا يسمح للشعب الإيراني بكل مكوناته القومية من الإخوان الأكراد والعرب والبلوش يعبروا عن أنفسهم في انتخابات حرة بإشراف الأمم المتحدة وبعيد عن مبدأ ولاية الفقيه. لذلك نحن اضطررنا أن نعقد هذا التجمع خارج إيران. بإمكانكم مشاهدة نشاطاتنا 1980 عندما كنا في عملية سياسية وماكينة الإعدامات الخمينية لم تبدأ بعد. نعم بشكل سريع أستاذ موسى، أدركنا الوقت. في 1980 كانت هناك مظاهرات وتجمعات في قلب تهران، في مثلا ملعب أمجدية ب 300,000 من الإيرانيين، وفي ساحة أزادي وساحة الحرية وكثير. لذلك الذي موجود في الخارج هو امتدادا للحراك الشعبي الذي تشهده إيران، ولكن نعم. كما أشار الزميل أحمد نحن بصدد توتيد العلاقة وتنسيق مع الكل جميل. النضالات الشعوب. شكرا جزيلا لك وأعانكم الله، ونتمنى إن شاء الله بأن يزال هذا النظام الذي عاث في الأرض فسادا في إيران قبل أن يعيث بها خارج إيران. شكرا لك أيضا. شكرا الدكتور أحمد الشيري المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي والعسكري. شكرا لك. شكرا جزيلا. وأنتم مشاهدين الكرام نشكركم على طيب المتابعة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامجكم ما وراء الحدث. نستودعكم الله وإلى اللقاء.